جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لدي أم كبيرة وهي لا تعرف القراءة والكتابة، لكنها تستطيع قراءة الفاتحة وبعض السور القصار وتذكر الله، ولكنها لا تصلي لأنها لا تعرف كيف، ولا تستطيع القيام والركوع لأن ذلك يشق عليها، وأريد أن أعلمها الصلاة. سؤالي فضيلة الشيخ، هل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة، وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دام عقلها موجودا وتفكيرها موجودا فإنها تلزمها الصلاة وتصلي على حسب حالها، جالسة قائمة أو قاعدة أو على جنبها على حسب استطاعتها. وعليكم بتعليمها الصلاة، يجب عليكم ذلك، تعلموها الصلاة وأركانها وشروطها وكيفيتها، يجب عليكم ذلك، ويجب عليها أن تصلي على حسب استطاعتها. نعم.